الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العالم الإسلامي يمر اليوم بمحن عظيمة ومصائب كبيرة مزقت كثيرا من بلدان العالم الإسلامي، حتى أصبح الإنسان في تلك البلدان لا يأمن، لا يجد الأمن ولا الأمان. فتن عظيمة وحروب ودماء تراق وقتل وتفجيرات. والعجيب أن الأخبار، أخبار القتل أكثر ما تحمل أخبار قتل من بلدان العالم الإسلامي. إذا استمعت إلى الأخبار تجد أن حوادث القتل والتفجيرات في معظمها في بلدان العالم الإسلامي. فلماذا يحصل هذا في بلاد المسلمين؟ والشريعة الإسلامية قد عظمت شأن القتل تعظيما كبيرا. الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا نرى كثرة حالات القتل والتفجيرات وزعزعة الأمن، سفك الدماء في بلدان المسلمين، مع أن شريعة الإسلام قد شددت في هذا؟ هذا أيها الإخوة له أسباب كثيرة، ولكن سيكون الحديث في هذا الدرس عن سبب واحد هو من أبرز هذه الأسباب. سأتحدث عن حقيقته وعن القواعد التي فيه وأسبابه وعلاجه. من أبرز أسباب حوادث القتل والتفجيرات فتنة التكفير. نعم، لأن الذين يقومون بهذه العمليات في الغالب ممن يكفر الناس، يكفر المجتمعات، فيأتي ويقتل هؤلاء على أنهم كفار، وربما قتل نفسه ظنا منه أن هذا شهادة في سبيل الله تعالى. وقد انحرف مفهوم الجهاد لدى هؤلاء، انحرف الجهاد من جهاد الكفار إلى قتال المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها الإخوة، إن الجماعات التكفيرية قد نشطت في كثير من بلدان العالم الإسلامي وغررت ببعض شباب المسلمين ووضعت شبها لتكفير كثير من المسلمين. وإذا اعتنق الشاب هذه الأفكار بدأ أولا بالتكفير، ثم انتقل بعد ذلك إلى القتل والتفجير، وربما قتل نفسه. ويوم الجمعة الماضي حدث عندنا هنا في المملكة في مدينة الرياض فجر الجمعة أن شابين دخل على أمهما واستدرجاها في غرفة، ثم أمسك أحد الشابين بالأم وقتلها الآخر بالسكين والسطورة إلى أن ماتت وفارقت الحياة. ثم ذهب إلى أبيهما الطاعن في السن وفعل به مثل ذلك، لكنه أصيب ولا زال تحت العلاج. ثم ذهب إلى أخيهما الشقيق وفعل به مثل ذلك ولا يزال مصابا وتحت العلاج. لماذا فعلوا هذا؟ لأنهم كفروهم، كفروا أمهم وكفروا أباهم وكفروا أخاه، فزعموا أن هؤلاء كفار فقتلوهم متقربين إلى الله تعالى، مع أن الله تعالى قال حتى في شأن الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن انظروا أيها الإخوة إلى
يعني عظيم أثر فتنة التكفير، وكيف أنها أدت بالإنسان إلى أن يقتل أمه وأباه وأخاه. كل هذا من آثار هذه الفتنة العظيمة. وقبل أن أتحدث عن هذه الفتنة وتاريخها وأسبابها وعلاجها، أذكر بعض القواعد التي قررها أهل العلم في باب التكفير. القاعدة الأولى أن الكفر حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الكفر حق لله، أو التكفير حق لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم في نوريته المشهورة: الكفر، يعني يقصد التكفير، الكفر حق لله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفروه فذاك ذو الكفران. فإذا التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان أن يكفر غيره بالتشهي وبالهوى، فنكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تكفير المسلمين من غير دليل فقد ورد فيه الوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. اتفق عليه، يعني إن كان الذي قد قلت له كافر وإلا رجع الكفر عليك أنت أيها القائل. وفي الحديث الآخر: من قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي رجع عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وهذه نصوص تدل على تحريم تكفير المسلم بغير حق. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأهل السنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كفرهم لا يقابلونهم بالمثل. فالتكفير شأنه عظيم. والتكفير أيها الإخوة يترتب عليه آثار كبيرة. إذا حكمنا بكفر هذا الإنسان يترتب عليه أنه لم يصبح أخا لنا في الإسلام، خرج عن دائرة الإسلام، ولو مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولا يحصل بينه وبين المسلمين توارث، ولا تحل له زوجته، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المترتبة على التكفير. فليس التكفير بالأمر السهل، فهو إذن حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد في باب التكفير أن التكفير لا يجوز إطلاقه إلا بعد تحقق شروطه وانتفاء موانعه، ولهذا لا يقوم به إلا الراسخون في العلم، لأنهم هم الذين يتحققون من تحقق الشروط ومن انتفاء الموانع. فلا بد إذن، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فإن الإنسان قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا. فالتكفير إذن ليس لأي أحد، وإنما هو لكبار أهل العلم وللراسخين في العلم، لأنهم هم الذين يتحققون من الشروط، من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ومن القواعد في هذا الباب أيضا أن الأمور تؤخذ بالظاهر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. اتفق عليه.
وقد كان يوجد المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى بأنه في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، لأنهم في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم يبطنون الكفر، فكان يعاملهم معاملة المسلمين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية، كان هناك رجل من المشركين آذى المسلمين أذية كبيرة وقتل عددا كبيرا من المسلمين، فلحقه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ فجعل أسامة يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الاعتذار ويقول له يا أسامة كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك يوم القيامة؟ فندم أسامة ندما عظيما، يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لماذا؟ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وتأثر بهذا الموقف. ولما حصلت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الفتن كلها. فانظروا أيها الإخوة، هذا الرجل أوجع في المسلمين، ولما لحقه أسامة قال لا إله إلا الله، يعني ظاهر الحال قال خائفا لأجل أن ينجو من القتل، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله، وقال هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ فالأمور في شريعة الإسلام تؤخذ بالظاهر ولا تؤخذ بالباطن، الباطن أمره إلى الله تعالى، فمن أظهر الإسلام صدقناه ولم نكلف بأن نفتش عنه ونقول ربما يكون كاذبا ربما يكون غير صادق، بل نقبل على نيته ونوكل سريرته إلى الله تعالى. القاعدة الرابعة، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، فقد يقع الإنسان في الكفر ولا يكون كافرا لوجود مانع. ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل فيمن كان قبله قد أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في يوم حار، ذروني في البحر، فوالله لأن قدر ربي علي ليعذبني عذابا شديدا. هنا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله تعالى فجمعت عظامه، جمع هذا الشخص، فكلمه الله وقال لما فعلت هذا؟ قال خشيتك يا ربي، قال الله قد غفرت لك. هذا وقع في الكفر ومع ذلك قد غفر له، لأنه كان متأولا في هذا. فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، قد يقع الإنسان في الكفر ويكون جاهلا. ولهذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول للجهمية لو قلت قولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. يقول لو قلت أنا قولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم جهال. انظر إلى غاية الإنصاف والعدل. فقد يكون هذا جاهلا، قد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مكرها، وكل هذه موانع تمنع من التكفير، الجهل والتأويل والإكراه، هذه تمنع من التكفير. وبهذا نستفيد قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. القاعدة الخامسة في هذا الباب، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك.
ولا بد لزوال هذا اليقين من يقين آخر، وذلك بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. فهذا أثبت إسلامه بيقين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي ويصوم مع المسلمين، إذا ثبت إسلامه بيقين. لو لاحظت عليه ملاحظات وشككت هل هو مسلم أم لا، يبقى على الأصل وهو الإسلام، ولا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. ولذلك مع الشك في كفره لا يكفر، لأن الأصل هو إسلامه، لأن الأصل إسلامه. القاعدة السادسة في هذا الباب أنه لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. والتكفير باللوازم شائع عند الجماعات التكفيرية اليوم، ففي القصة التي أشرت إليها التي وقعت هذا الأسبوع، هذا الرجل لماذا كفر أمه وأباه وأخاه؟ كفرهم باللوازم، عنده أنهم لا يكفرون الحاكم، ومن لم يكفر الحاكم فهو كافر، ويأخذونها بالتسلسل، فيأخذونها باللوازم. قال أهل العلم إنه لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. قال الشاطبي: مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. وأيضا ذكر ابن حجر كلاما قريبا من هذا، قال: الذي يحكم عليه بالكفر من كان كفره صريحا، من كان صريحا، من كان صريح الكفر أو لازم ذلك ثم عرض عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفر. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا وإن كان اللازم كفر. فأئمة الإسلام قرروا هذا المعنى، وهو أنه لا يكفر باللوازم، لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. فقد يكون هذا إنسان كافر، لكن يعني هذا الشخص الذي معه لم يكفره لسبب، لخوف أو لجهل أو لتورع أو لغير ذلك، فلا يكفر إذن باللازم ومن الأقوال والأفعال. هذه يعني قواعد ذكر أهل العلم في هذا الباب. وقد ظهرت فتنة التكفير أول ما ظهرت من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما قتل عثمان نشبت فتن عظيمة، ونشأت فرقة الخوارج، وكان أصل منشأها رجل يهودي أظهر الإسلام، قال له ابن سبع، وقد أفسد في المسلمين، واستطاع أن يؤثر على بعض العامة ويشحنهم ضد الخليفة، ضد الخليفة عثمان بن عفان حتى قتل، ثم ضد الخليفة علي بن أبي طالب حتى قتل، ونشأت تلك الفرق. ولما نشأت تلك الفرق بدأت مسألة التكفير، ونشأ هؤلاء الخوارج، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتلهم علي رضي الله عنه في هذا، ولكنهم لم يقبلوا، بل إنهم في الأخير قتلوا عليا. يقول الذي قتل علي لما سئل، وقد كان هذا الذي قتل علي من العباد، كان يرى على جبهته أثر السجود بكثرة الصلاة، نسأل الله العافية. فلما قتل علي قيل: كيف تقتل أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، كيف تقتله؟ قال: هذا أرجى عمل تقرب به إلى الله، نسأل الله العافية. انظروا يا أخوان كيف الانحراف في فهم الجهاد. أرجى عمل تقرب به إلى الله أن يقتل علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، سبحان الله. فانظر إلى الضلال، كيف يقود صاحبه إلى هذه المهالك. ثم نشأت هذه الفرقة، وقد أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا،
ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة كما جاء في صحيح مسلم. وهذا الوصف وصف شديد لم يرد في غيرهم من الفرق، وذلك لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يلبسون لباس التدين والصلاح لكنهم يسيئون للإسلام وللمسلمين. ويجتمع فيهم وصفان: الجرأة على الدماء، والجرأة وقلة فهم النصوص. الجرأة على الأعراض والدماء وقلة فهم النصوص، هذان الوصفان اللذان يجتمع فيهم هذه الفرق التكفيرية من الخوارج ومن نحى نحوهم. أما الجرأة على الأعراض فبالتكفير والتفسيق والتبديع، وأما الجرأة على الدماء بسفك الدماء، وأما قلة فهمهم الدين فكما قال ابن عمر وغيره: أخذوا آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولهذا كان ضررهم على الإسلام والمسلمين عظيما. وكما ترون الآن هذه الفرق المنحرفة تعيث فسادا في العالم الإسلامي، هذه الفرق التكفيرية، وقد استغلها أعداء الإسلام واخترقتها المخابرات، مخابرات أعداء المسلمين اخترقوها وأصبحوا يقودونها وجعلوها آلة في أيديهم للإضرار بالإسلام والمسلمين وعدم استقرار بلدان المسلمين ولتشويه الإسلام. وحققت هذه الفرق التكفيرية، هذه الجماعات التكفيرية، ما عجز عنه اليهود وأعداء المسلمين. هذه وإذا أردت أن تعرف أمرا أشكل عليك، أي أمر أشكل عليك، هل هذا الأمر صحيح أم لا، فانظر إلى آثاره. فإن كانت آثاره مما يحبه الله ورسوله، كانت آثارا حسنة، فعلم أن هذا الأمر صحيح وأتت به الشريعة. أما إذا كانت آثاره سيئة وليست مما يحبها الله ورسوله، فعلم أن هذا لا ترد به الشريعة. فما هي الآثار التي خلفتها هذه الجماعات التكفيرية سوى القتل وسفك الدماء واضطراب الأمن وتشريد المسلمين والتضييق على الدعوة إلى الله تعالى وعلى العمل الخيري وخدمة أعداء المسلمين؟ لم نرهم يوم من الأيام أطلقوا رصاصة واحدة على الصهاينة في إسرائيل. هل أطلقوا رصاصة واحدة على الصهاينة في إسرائيل؟ أبدا، قتلاهم من المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إن كنتم صادقين في زعمكم الجهاد فدولكم فلسطين، حرروهم وقاتلوا الصهاينة في فلسطين، ويقف معكم المسلمون كلهم إن كنتم صادقين. لكن هؤلاء مخترقون من قبل أعداء الإسلام ويقودونهم، وفيهم جماعات تكفيرية عندها غلو وعندها تشدد، وقد أدى الأمر بهذا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كثير من بلدان العالم الإسلامي. وكلما أراد المسلمون في تلك الدول أن يقوم لهم قائمة، قامت هذه الجماعات التكفيرية وأفسدت عليهم. أيها الإخوة، وعندما نريد التعرف على أبرز أسباب الوقوع في هذه الفتنة، نجد أن السبب الأول والأبرز هو الجهل، ولهذا لا تجد معهم عالما مبرزا. لم نجد يوم من الأيام أن عالما معروفا بالعلم والرسوخ في العلم وتلقت الأمة علمه بالقبول ثم التحق بركب هذه الجماعات، تجدهم مجاهيل، أبو فلان وأبو فلان، لا يعرف من هو أبو فلان، ولا يعرف أصله ولا نشأته ولا طلبه للعلم ولا أيضا تزكيته، فتجدهم مجاهيل لا يعرفون. ولذلك لا تجد معهم علماء أو طلبة علم بارزين، فيغلب عليهم الجهل وقلة البصيرة في الدين. ولهذا أخذوا نصوصا نزلت في الكفار فوضعوها على المسلمين، وضعوها على المسلمين. ومن الأسباب أيضا ضعف الارتباط بالعلماء الموثوقين، لأن المسلم إذا ارتبط بأهل العلم الموثوقين يصدر عن آرائه
لكن عندما لا يرتبط بهم يصدر إما عن رأيه أو عن رأي أناس ليسوا موثوقين مجاهيل، وبالتالي يقع في هذه الفتنة أو في غيرها من الفتن. وتجد أن هؤلاء يطعنون في كبار أهل العلم، وربما وصفوهم بأنهم علماء سلاطين، ووصفوهم بألقاب منفرة حتى يزعزعوا ثقة الناس بهم. وإذا تزعزع ثقة الناس بالعلماء الموثوقين فإن هذا في الحقيقة ليس فيه جناية على هؤلاء العلماء أنفسهم فحسب، بل جناية على الشريعة التي يحملونها. لأنه إذا قلت قيمة العلماء وهيبة العلماء في المجتمع يقل الأخذ عنهم، وبالتالي يقل الأخذ بالشريعة وتضيع أعلام الإسلام. ولهذا لما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان، أليس فيه علماء كبار علماء الصحابة كانوا موجودين؟ كان ابن مسعود موجودا، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، يعني كبار علماء الصحابة كانوا موجودين، وأبو هريرة وعائشة. فلماذا لم يصدر هؤلاء عن آرائهم؟ لأنهم طعنوا فيهم وزعموا أن هؤلاء العلماء علماء الصحابة أنهم علماء سلاطين وأنهم متواطئون مع عثمان، فأصبحوا لا يأخذون برأيهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فتجد أن هؤلاء أنهم يطعنون في أهل العلم ويقعون في أعراضهم ويسيئون الظن بهم. فأقول أيها الإخوة، حتى يبتعد الإنسان عن هذه الفتنة عليه أن يرتبط بأهل العلم الموثوقين، يصدر عن آرائهم. لأن هذا العالم الذي طلب العلم طيلة عمره وهو يطلب العلم يعطيك خلاصة ما عنده من علم ومن رأي، وينصح لك ويبين لك الوجه الشرعي حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. فمن أخطر الأمور زعزعة ثقة العامة بعلمائهم، فهذا سبب لنشوء هذه الفتنة ولغيرها من الفتن. ومن الأسباب أيضا العاطفة والحماس غير المنضبط، العاطفة والحماس لنصرة الدين، وهذا الحماس غير منضبط، ويجتمع معه قلة البصيرة في الدين، فيتحمس هذا الشاب لنصرة الدين مع جهله وقلة بصيرته في الدين، وبالتالي يقع في فتنة التكفير. ومن الأسباب أيضا سرعة التأثر بالشبهات، والشبهة إذا وقعت في القلب يصحب خلاص القلب منها. ولهذا كان السلف الصالح ينهون عن مجالسة أهل البدع، وكما ترون في وقتنا الحاضر انفتح العالم بعضه على بعض، وأصبح كما يقال كالقرية الصغيرة، وأصبحت تأتي الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، تغزو الناس في عقر دارهم في بيوتهم عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات، وعلى وجه الخصوص عن طريق الإنترنت. فأصبح هذا الشاب يدخل هذه المواقع، والتي ربما يقوم عليها أناس عندهم احتراف في قوة التأثير، فيأتي هذا الشاب الصغير ويصدق هؤلاء، وربما أرفقوا معها صورا، وربما دبلجوا هذه الصور وحرفوها وضربوا على الوتر الحساس، ضربوا على قضية نصرة المسلمين ونصرة المستضعفين ونحو ذلك، حتى يستقطبوا هؤلاء الشباب الصغار الأغرار. ولذلك نجد أن معظم أتباعهم من الشباب الصغار، يستهدفون هذه الشريحة ما بين 15 سنة إلى 30 سنة. لكن من كان أكثر من 30 سنة تجد في الغالب أنه قد حصل عنده نضج ولا يتأثر بهذه الشبهات، لكنهم يستهدفون هؤلاء الشباب الأغرار. ولذلك فينبغي الحذر من الدخول لهذه المواقع التي تثار فيها الشبهات. بعض الناس يقول أنا أريد أن أدخل هذه المواقع من باب الفضول، أنظر ما عندهم، فيدخل هذا الموقع الذي فيه شبهات
ويتأثر بهذه الشبهة شيئا فشيئا حتى تقع في قلبه ويشرئب هذه الفتنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. أخرجه مسلم في صحيحه. ما معنى فلينأ عنه؟ يبتعد عنه، ولا يقول أنا عندي إيمان قوي وأنا أعرف أن المسيح الدجال. لا، أنت تبقى بشرا ضعيفا، إذا سمعت بالفتنة فابتعد عنها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المواقع التي تثار فيها شبهات، لأنه ربما يتأثر وربما يقع في الفتنة من حيث لا يشعر. وأما العلاج لهذه الفتنة فلا بد من تضافر الجهود جميعا لمعالجتها ومحاصرتها والتقليل من آثارها، ويكون ذلك أولا بالعناية بتحسين المجتمع عموما والشباب على وجه الخصوص، تحصينهم من فتنة التكفير، ويكون ذلك بتبصيره في دين الله عز وجل وتقرير القواعد التي ذكرها أهل العلم في باب التكفير، ومنها القواعد التي أشرنا إليها، وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القضايا. فلا بد إذن من أن تتضافر جهود أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل في تحصين المجتمعات الإسلامية من هذه الفتنة العظيمة. وأيضا من وسائل العلاج الحوار مع من وقع في هذه الفتنة، فإن بعض هؤلاء وقع عن جهل وليس عن هوى، ومثل هؤلاء ينفع معهم الحوار. ولما خرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم، فرجع عدد كثير منهم، قيل رجع 4000 أو أكثر، رجع عدد كثير منهم لما ناظرهم ابن عباس. فإذا هؤلاء يحتاجون إلى محاورة، نقف معهم ونستمع لهم ونقول: ما هي شبهتكم؟ ثم نفند هذه الشبه ونقنع هذا الشاب الذي وقع في هذه الفتنة، نقنعه بالحوار وبالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد نفع هذا الأسلوب ولله الحمد مع طائفة من هؤلاء الشباب، وعندنا في المملكة العربية السعودية تجربة في هذا، هناك مركز للمناصحة نفع الله تعالى به كثيرا، مركز للمناصحة تابع لوزارة الداخلية ويشترك فيه نخبة من أهل العلم، نفع الله تعالى بهذا المركز في معالجة بعض من وقع، معالجة بعض الإشكاليات لدى بعض هؤلاء الشباب، ورجع كثير منهم، رجعوا إلى الصراط المستقيم وتركوا هذه الفتنة. فلا بد من أن تتضافر الجهود للمعالجة والمناصحة والحوار. فإذا وجدت شخصا وقع في هذه الفتنة فدله على طالب علم لكي يتحاور معه، أو دل طالب العلم عليه لكي يذهب إليه ويتحاور معه ويناصحه. فإن الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لو أن هذا الشاب الغر الذي وقع في هذه الفتنة أتاه مثلا 4 أو 5 من طلبة العلم على انفراد، كل على انفراد، وهذا نصح وبين له، ثم نصح الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لا شك أن هذا سيكون له أثر كبير عليه، وسيتبصر في أمره وسيعرف خطأه. فلا بد من شيوع النصيحة في مثل هذه الأمور. وأخيرا أيها الإخوة، المسلم الإنسان يبقى بشرا ويبقى ضعيفا، فعليه أن يضرع إلى الله تعالى في أن يثبته على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم، وعليه أن يكثر من دعاء أولي الألباب الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء عظيم ينبغي لكل واحد منا أن يدعو به كل يوم، لا يفوتك هذا الدعاء، ادعو به كل يوم: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأيضا الدعاء بأن يجنبك الله تعالى مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالضراعة إلى الله عز وجل، الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء لا شك أنها من أعظم الأسباب، والله تعالى لن يخيب عبدا دعاه ورجاه فأن يثبت على الحق وأن يجنبه مضلات الفتن. أسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام والسنة قائمين وقاعدين وراقدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.